عندما أكون في ديالة وبشكل خاص أشعر بشعور غريب، أشعر بين أبي وأمي وأهلي وأخوتي وأحبتي. أشهد الله إني أحبكم يا أهل ديالة، أنتم أبطال وأنتم شجعان. عندما تمسكتم بوجودكم بعد أن كانت المؤامرة على إفراغ هذه المحافظة من أهلها وعلى منع المصلين من أن يقوموا بإداء صلاتهم لله، ولذلك بيض الله وجوهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أنتم فخر لنا وأنتم عز لنا، ولذلك اليوم يوم فرح كبير أن تستبدل تلك الحقبة المظلمة من فترة تهديم المساجد إلى فترة إعمارها. الحمد لله على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن مشروع اجتماعي، تعرفوننا في أيام النزوح وبلا منا مع أهلنا في المخيمات، شيدنا المدارس التي استوعبت الآلاف عشرات الآلاف من الطلبة، وشيدنا المستوصفات التي عالجت مئات الألوف، وقمنا بأعمال إغاثية نرجو فيها رضا الله سبحانه وتعالى ووقفة مع أهلنا في تلك المحنة. عزمنا فتوكلنا.